انا كده انا عرفت انا قصتك ايه. لبس عليك حبيبي. بسم الله بسم الله بسم الله. شنو بتعاود اتكلم معاك حبيبي؟ بحبك بزاف برشاد. انا بسم الله. مين اللي بيكلمني الوقت؟ خويا زوين. انت زوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عادل عادل احضنوا يا عادل احضنوا اخويا 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 احضنوا الذين انعمت علي غير المغضوب عليهم. احنا كده هنموت، اقسم لك بالله احنا كده هنموت. انا عندي عيل عايز اربيه. ميسي يا مالك يا باشا؟ ايه ده والسهل ده بالله؟ طيب وحد الله. طب نزلني ماشي معلش. انا طب نزلني انا اسف. هديك الاجره اقسم بالله، لا اديك الاجره كامله ورب الكعبه لا اديها لك كامله وضعف. لو خلاص خلاص انا تعبان. ايه ده؟ طب كده طب نزلني اقسم بالله العظيم. المشوار عامل كده لحد دلوقتي في ايه بس اللي حصل؟ فهمني. انا اقسم بالله لا اديك الاجره وضعف. انا اعتبر انا مش انا كده وصلت. انا كده وصلت. طيب انا كده وصلت عشان خاطر ربنا. واحد الله بقى كده. انا ما فيش. انا تعبان بس. ايه تبقى كده؟ انا قريت لك قران اهو. وانت تعبين. انت المفروض ما ينفعش انزل من البيت كده. انا عارف انت دلوقتي اللي بتكلمني. ما ينفعش انزل من البيت كده. انا عارف ان انت تعبان. روح شوف شيخ. روح شوف شيخ. خلاص اقرا قران. خلاص يا عم انا تعبان. ايه ده بقى كده؟ وحد الله كده. انت تعبان اقسم بالله لو نزلتني الوقت لا اديك الاجره مرتين. طب ما افتح يا عم. ما تفتح الباب يا عم. اوعى. طبيعي ده. طيب انت كده هتموتني. بس ما تنزلي. ايه ده بقى كده؟ انا احب عادي. انا احب. طبيعي ده. طيب استهدى بالله. ايه ده بقى كده؟ ايه يا عم؟ هو انا ليه ما تهدى بقى كده وترسى؟ احبك بزاف. ايه ده طيب؟ احبك بزاف. ايه ده كده واستهدى بالله وحد الله وارسى؟ ايه ده؟ ايه تعالى عليك. بسم الله. انا اخويا. الله اكبر. الله اكبر. اخويا 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 اخويا. انا مش عايز اقل منك. انا احبه عادل. انا مش عايز اقل منك. خلي بالك. عايز اقل منك. بس هنظر معاك والله. نظر معاك. في ايه؟ مين انت عشان تعمل معايا مقلب؟ مقلب مين انت؟ ايه لا كده النضاره دي؟ مين انت؟ نظر معاك ولا بتهزر معايا؟ اوعي يا عم. اوعي يا عم. بص بص دي. اوعي يا عم ورا خمي كمرات. اوعي يا عم. معلش ما تخليش يا شيخ. اوعي يا عم. بس بص اوعي. طيب انا هديت اهو. انا في جريزي تاكسي. اوعي. طيب طب سيبني. طب سيبني عشان خاطر ربنا. انا ممكن اقصر معاك واحط لك المفتاح في رقبتك. والله العظيم. والله العظيم. اوعي. طيب كده. بس بص كده اهو. انت كنت معانا في جريزي تاكسي. اجمل سقف انا عامل للاستاذ احمد كعبلها.